إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، يقول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال بديع، كلام في غاية الأهمية. المؤمن أو أهل الإيمان يمثلون أعضاء لجسد واحد، أمة الإسلام جسد واحد، وكل واحد منا عضو في هذا الجسد العظيم. ومن طبيعة الجسد أن يشترك في الألم وفي الفرح وفي كل الأحاسيس والمشاعر. معنى ذلك أحبتي في الله أن من لا يألم لألم أهل الإيمان فلا شك أن في إيمانه شيء، وهذا ما يدل عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. نعم، معنى ذلك من لا يألم لألم أهل الإيمان، من لا تحزنه مصائب أهل الإيمان، من لا يرحم أهل الإيمان ويشاركهم في مصائبهم، فلا شك أن ذلك دليل إما على ضعف الإيمان وإما على عدم الإيمان. كلما قوي الإيمان كلما قوي شعور المؤمن بالرحمة واللين والشفقة لأهل الإيمان، وكلما ضعف الإيمان انعكس الأمر. وهذا مقياس ومعيار يقاس به أهل الإيمان ودرجة الإيمان ومرتبة الإيمان. المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم الجسد لما في الرأس. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد، هو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ليس مؤمنا إما على إطلاقه، وإما أن يقع النفي على كمال الإيمان، إما أن يكون دليلاً على نقص الإيمان أو على عدمه. ليس المؤمن بذاك الذي يشبع وجاره جائع. أحبتي في الله،
واجب على كل مسلم أن يشارك في معاناة أخي إخوانه، من كان لديه قدرة مالية فعليه ذلك، من كان له كلمة فعليه ذلك، من كان له أو من كان يملك غير ذلك فعليه أن يقوم تجاه هذه القضية ما وجب عليه وما كان بإمكانه، وإلا سوف يسأل أمام الله تبارك وتعالى: ماذا كان موقفك عندما حصلت هذه المصائب لأهل الإيمان إخوانك؟ ماذا كان موقفك؟ ماذا تكون إجابتك أمام الله تبارك وتعالى عندما يأتي هذا السؤال؟ نعم أحبتي في الله، يجب كما فعل النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذ جاءه قوم من مضر، حفاة عراة، مجتاب النمار، متقلد السيوف، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى ما به من الفاقة، أي تغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم دخل فخرج فأمر بلالا فأذن فأقام ثم صلى فخطب صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية، وقرأ الآية في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، من صاع تمره، ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. فبدأ الصحابة رضوان الله عليهم في تلبية هذه الدعوة النبوية، فجاء أحد الأنصار بسرة كادت يده تعجز أو كفه تعجز عنه، ثم تتابع الناس، يقول الصحابي: حتى رأيت كومين أحدهما طعام والثاني ثياب، فتلألأ وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح كالمذهبة. نعم أحبتي في الله، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الفاقة بالناس، ثم عندما استجاب الصحابة وتصدقوا تغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه واستنار وتلألأ. هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم أحبتي في الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المواشي ذهبت وهلكت، والناس بدأوا في الهلاك، الناس إخوانكم في النسب وفي الدين وفي المسكن بدأ الناس يموتون أفواجا من أجل العطش والجوع. ألا تشعر بالحياة؟ ألا تشعر بشيء من الحياة وأنت تنظر إلى هذه الصور الملتقطة من الواقع؟ يجب عليك أن يكون لديك شيء ولو أدنى شيء من الشعور تشاركهم في الحزن، وذلك أضعف الإيمان. أحبتي في الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما كلب يطيف بالركية، أي ببئر يطيف بالركية، كاد العطش أو كاد أن يقتله العطش، فإذا بزانية ببغي من بغايا بني إسرائيل رأت هذا الكلب فسقته فغفر لها بذلك، الله تبارك وتعالى غفر لها بسبب أنها سقت كلبا كاد العطش أن يقتله. فما بال من يسقي مؤمنا مسلما امرأة عجوزا طفلا وينقذه من الهلاك. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.